السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس القراءة للصف الأول الابتدائي، وصلنا صفحة 94، غزال وغراب. هنا عندي حرف الغين الأولي والوسطي. أخذنا بالدرس السابق الحرف الآخري اللي هو مثل عندي صباغ، أو واليوم الحرف الأولي والوسطي. الأولي مثل عدي غزال غراب، والوسطي مثل عدي الغراب الغزال. يلا عيني خلينا نقرأ. غزال وغراب، الغراب صديق الغزال، صاح الغزال ساقي مكسورة أنا عطشان، قدم الغراب إليه ماء، شرب الغزال وقال الحمد لله أشكرك يا صديقي. غزال وغراب، الغراب صديق الغزال، صاح الغزال ساقي مكسورة أنا عطشان، قدم الغراب إليه ماء، شرب الغزال وقال الحمد لله أشكرك يا صديقي. هنا حرف الغين الأولي وهنا الوسطي، وإن شاء الله التوفيق.